يا مساء الفل عليكم مشاهدينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من ضحك وهزار وفرفشه ودم خفيف، حلقه جديده من نفسنا. زميلاتي المنفسنات اهلا، مساء الفل، ازيكم؟ شوشو ما بتردش عليا ليه؟ عشان مش بنفسنا. طب بتعملي ايه هنا؟ انا جايه احب واتحمل، انا جايه اصطاد عريس. لقيت عريس تمام، ما لقيتش اتكل على الله. يا جماعه عندنا فقرات كتير النهارده كالعاده، تعالوا نشوف فقراتنا ايه النهارده. في حلقه النهارده من نفسنا هنتكلم عن شات ابلكيشن بوظت العلاقات بين الراجل والست ولا خليتها احسن. صورني نفسك فيديو دلوقتي حالا وبعتهولي عشان اتاكد ان انت على المحور وان الطريق واقف. كل ده بيخليكي تحت ستريس وبيخلي العلاقه كلها تحت ستريس. الغلطات اللي بتبوظ اي علاقه. كل الوحش اللي انت شايفاه في نفسك تقوم مخبياه، مع الوقت المستخبي بيبان. لقاء مع الفلكي جاد قواقجي. الاسد ينفع مع السرطان والدم. طب والاسد يمشي مع الاسد؟ لا يا خساره. بس انا همشيها. غير شويه كده في الكواكب لعبتك وانت دارس. اول فقره الشات ابلكيشنز، اللي هي الابلكيشنز بتاعت الشات الكونفرسيشن والمسجز زي الواتساب والفيسبوك والفايبر وحاجات تانية كتير انا يمكن ما اعرفهاش لان انا يعني شخصية مش الكترونية قوي. الشات دي او الشات ابليكيشنز دي اثرت ايجابا ولا سلبا على العلاقة بين الراجل والست؟ انا شخصيا ليا رأي معين، شايفة ان هي اثرت سلبا وهقول لكم ليه بعدين، بس تعالوا اسمع رأي زميلاتي المش منفسنات. انا شايفة انه بالعكس، يعني بصي هي ليها اضرارها طبعا، بس ليها ساعات اوقات كتير قوي بتساعد ناس مثلا بعاد عن بعض ما بيعرفوش يتواصلوا مع بعض، بتساعدهم في ان هم يبقوا مع بعض على طول. طبعا هي ليها مميزاتها وليها عيوبها، يعني من ضمن عيوبها ان التواصل بتاعها لما يزيد قوي قوي، يعني طول النهار فايبر قوي وسكايب قوي وطول النهار فاتحه الفيديو وانت في اخر الدنيا وانا بطبخ بكلمك، وانا ساعات القرب ده قوي بيدمر العلاقات بدري قوي، يعني علاقه بدل ما تبوظ على مستوى 5 سنين تبوظ في 6 شهور بسبب القرب اللازق ده. ايه ده انت صحيتي افتحي الفايبر، ايه ده انت صحيتي افتحي السكايب، ايه ده انت صحيتي افتحي فيديو كول، فطول النهار انا عامله كده وماشيه في البيت، فاللزقه دي كتير ساعات بتعجل بانتهاء العلاقه، بتزهق طبعا. ومميزات بقى اللي هي قالت عليها انها بتقرب المسافات للناس البعيده، بدل ما كنت عايشه في بلاد بعيده عن بعض، الافات الافات الجنيهات في المكالمات الدولي، لا دلوقتي لا ده انا بسمع صوتك واشوف شكلك وانا مش دافعه ولا مليم. صح، بس ساعات برضو بيبقى ليها اضرار ان انت ما بتقدرش تشوف رياكشنات اللي قدامك، يعني ممكن تفهمه غلط، يعني ممكن انا اكتب لك اقول لك ايه ماشي عادي فانت تفهميها انه ماشي عادي، بس انا قصدي اقول لك ماشي عادي فما بتبقاش مفهومه، يعني لو الناس بالظبط ما بتبقاش فاهمه المقصود من الجمله انهي اتجاه، يعني فده برضو بتبقى من ضمن العيوب. وما ينفعش اتعرف على حد من البدايه كده منها، يعني لازم ابقى عارفاك علشان يبقى بينا مرحله كبيره، يعني انا ومامتي نتكلم كده هي فاهمه انا قصدي ايه وهي فاهمه انا اقصد ايه، لكن حد لسه بيتعرف على حد بتهيالي بتبقى صعبه جدا، ان انا كل معرفتي بيه تبقى واتساب وفايبر تبقى رزله. يعني انا بقى شايفه انه الواتساب بالذات من الحاجات اللي بتأثر على العلاقة سلبا، خصوصا لو هي علاقة طبيعية، مفيش حد مسافر، مفيش حد عايش في بلد تانية، لو اتنين عايشين في نفس البلد. الواتساب بالذات مع التكنولوجي الرهيب، ان انت تعرفي لما تبقى علامتين صح انه وصل، ولما تبقى علامتين صح زور انه تقرا، كل ده بيخليكي تحت ستريس وبيخلي العلاقه كلها تحت ستريس، انه قرا المسج وما ردش، يبقى هو بينفض لي، يبقى هو مش مهتم، مش مهتم. يبقى هو زهقان مني، يبقى انا قرفاه، يبقى مش معجب بيا، يبقى ما بيعبرنيش، ما بيعبرني. فتبتدي انت تعملي حوارات في دماغك يمكن مش حقيقيه. غير زمان، زمان الناس كانت بتكلم بعض على التليفون، لقيته في البيت لقيته، ما لقيتوش بتسيب له خبر لما يرجع هيكلمها، او هو بيكلمها وبيرجع يكلمها بعد ساعتين ثلاثه لما بيدور على، يعني الحياه بقت مور ريلاكست، ما بقتش ستريسد زي موضوع ان كل حاجه تحت ايدك. ما هم بصي 24 ساعه ماسكين اصلا التليفونات وما بيسيبوهاش، وايه كلتي ايه عملتي ايه شربتي ايه، وانفصلوا خلاص عن العالم اللي حواليهم، بل بالعكس بيزهقوا بعض من بعض بسرعه، يعني بعد ما يعيشوا الحاجات مثلا اللي بيعرفوها عن بعض دي بالزبط. في سنين مثلا 5 سنين بيخلصوها في شهر، فعشان كده العلاقات بتنتهي اسرع، بتبقى ملهاش طعم اصلا. زي ما انت قلتي برافو عليكي، بتخلي الواحد مراقب ومحاصر، فبتخلي المساحة الشخصية لكل واحد مخترقة، بمعنى ان انت
كل ما المس التليفون انت عارف ان انا شفت رسائلك. في حين زمان كان تليفون الارضي، فانا ممكن ما ارفعش السماعه، ممكن ما اردش. من اول ما ظهرت الاي دي دي اللي هي تعرفي الرقم اللي اتصل بيكي وترجعي الارقام اللي اتصلت بيكي وانت مش موجوده، والمكنه اللي بتسجل الرسائل، فحد ساب لك رساله فتسمعيها بالليل، خلاص من اول ما عملنا فكره الانسر ماشين وعملنا الشاشه اللي بتبقى اسمها ايه؟ اظهار الرقم. اظهار الرقم من ساعه الانسر ماشين واظهار الرقم خلاص اخترقت الخصوصيه بتاعتك اللي جوه البيت نفسه. طب انا هستخبى في حته تانية غير بيتي، اروح فين؟ فخلاص دخلت الناس عندك. فاختراق المساحه الشخصيه لكل شخص فينا بتعجل فعلا بانتهاء العلاقات فعلا، وبالاخص العلاقه العاطفيه. ودي برضو حاجة أنا يعني اللي أنت بتقوليه عايزة أكمل عليه كمان، إنه صحي جدا إنه إحنا ما نبقاش عارفين عن بعض كل حاجة بتحصل إمتى وفين وإزاي. يعني صحي قوي إن أنا ما بقاش عارفة الطرف الآخر، خصوصا لو احنا مش عايشين مع بعض. انه استحمى دلوقتي، انه استحمى او انه دخل راح مكان عمل تشيكين مثلا في الفيسبوك، او انه هو دلوقتي على اونلاين على الفيسبوك ولا على واتساب. في خصوصية، وانك تبقي محاصرة طول الوقت برضو احد الحاجات اللي بتحط ضغط على العلاقه. وبعدين انت لو متضايقه منه او هو زعلان منك بتبتدي تحصريه بقى، تشوفي هو كان امتى على الفيسبوك، كان امتى على الواتساب، راح فين، جه منين، خرج مع مين، حط ايه صور على الانستجرام، حط ايه صور على الفيسبوك. لان لاست سين اخر مره كان الساعه كام، كان على الفيسبوك اونلاين مش عارفه الساعه كام، كان مش عارفه على الفايبر الساعه كام. ساعات البعد ده في العلاقة يعمل حاجة كويسة، يعمل حاجة بوزيتيف جدا. صح. والقرب الزيادة والتداخل الزيادة خصوصا في أول علاقة بيبقى فيري نيجاتيف على العلاقة وبيخليها تنتهي. ما هو ده بقى القرب الزيادة. الخراب السريع بالظبط. وبتدي للي قدامك مساحة من التخيل. يعني كان زمان مثلا يقعد يتخيل شكل أوضتها إيه، دلوقتي صوري لي أوضتك، صوري لي نفسك وأنت لابسة البيجامة، صوري لي مش عارفة مامتك وهي معدية. طب أنت خلاص أنت عرفت كل حاجة، كأنك بقيت عندنا في البيت. فدي برضه حاجات صعبة. وكمان برضه من ضمن المشاكل اللي بنعملها لبعض، لو فتحنا السكه بتاعت صوري لي وصور لي ده، انه مثلا لو انت متاخره في الطريق او هو متاخر عليكي، فتبتدي تبرشطي برضو على حياته اللي هو ايه، لا انت تلاقيك لسه بكو، والله العظيم انا في الطريق، لا اصلا مش سامع صوت عربيات جنبك، طب صور لي نفسك فيديو دلوقتي حالا وابعته لي عشان اتاكد ان انت على المحور وان الطريق واقف. فتبتدي خلاص انت فجاه بقيت هي عامله زي مامتك اللي بتربيك وبتقرصك من ودانها، ويا ويلك يا سواد ليلك لو طلعت كداب. فيا جماعه مهما كانت عندنا التكنولوجيا دي نستخدمها في حاجتها وما نفتحهاش على بعض قوي كده. عايزه بس اقول حاجه تكمله على راجع بعد التقرير. بس عشان اقول بس نقطتها، انت عارفه ان انا كنت مره قاعده مع واحده صاحبتي متجوزه، جوزها كان مسافر بيعمل حاجه، فالمهم انا خارجه انا وهي في مكان، فقال لها صوري لي نفسك انت وهيدي وبعتي لي الصوره على الواتساب واعملي تشيكين على الفيسبوك وصوري المكان عشان يتاكد ان هي معايا في المكان الفلاني. يعني دي احد الحاجات اللي فعلا من مساوئ مراقبة بالظبط. اتفضلي اطلعي تقرير اللي هي ممكن تؤدي الى خراب. لا ولو هي مخها صغير ومش متفاهمه ممكن تعنت. يعني انا لو مكانها هقول لها على فكره مش هصور لك نفسي ولا هعمل تشيكين. لو انت ممكن صاحبتي زادنا مش عايزه تتصور، وانا يعني انت بقى تقول لها انا مش عايزه وشكل صاحبها مثلا بقى. فلكن شيء مستفز. وممكن تكون مش مع هدي ومش في المكان بالظبط، ممكن تكون بتشتري هدوم مش عايز تقول له، مش تكون بتعمل حاجه غلط. فيعني دي كده فيها كذبه، فيها خرابه، فيها زعل. فيها نبت. يلا تعالى نطلع التقرير نشوف راي الناس في الشارع ايه، ونرجع تاني نكمل فقرتنا. لا انا شايفه ان هي طبعا بوظت الدنيا، يعني تقريبا هي بوظت اكتر من انها حسنت. انا شايفه انها بوظتها، يعني علشان يعني دايما بنكون ماسكين الموبايل وكده ومش بنقعد مع اهلنا. قبل كده كان ممكن ترفعي عليا سماعه التليفون تسالي عليا، دلوقتي ممكن تكبري دماغك تروحي بعتلي اي حاجه على الواتساب. اكيد بوظها عشان في الشات ممكن نتخانق خناقات مثلا، في الحقيقه ممكن تبقى تافهه جدا بس الشات ممكن يكبرها. سين ولات سين دي موال، دي مصيبه لوحدها. انا شايفه ان هي بوظها طبعا، علشان يعني الاول احنا كنا بنقعد مع بعض، لما تيجي تتكلم مع حد مش بتحسي بالايموشنز او ممكن تفهمي حاجه غلط. الريل لايف احسن بكتير، يعني ان العلامه الزرقاء دي تطلع دي معناها ان خلاص اتدرب عليكي النار ولازم تردي غصب عنك حتى لو انت بتعملي ايه. انت جنب حدا بيكون على مثلا على الواتساب على الفيسبوك ما بيتعاملش معاكي قوي قد ما بيكون انه مشغول على الفيسبوك على الواتساب على هيك. ليها ايجابيات اكتر من سلبيات. في ناس بتعرف اصلا عن طريق الشاتنج، ده بيدعم ان هو احنا نتعرف على بعض اكتر.
طب يا جماعه في اخر الفقره عايزين نقول انه من راينا يعني انه الشات ابلكيشنز دي سوقت العلاقه وحطتها تحت ستريس وسببت مشاكل كتير وعجلت بنهايه علاقات كتير. وفي حاجه تانية مهمه عايزه اقولها قبل ما اختم. بس عجلت كل شويه عم تخبطوها في ودني. ما تقولوا سرعت وخلاص. ايه عجلت كل ما اسمع الكلمه وانا بقرا الحاجات اقول إيه هيشتموا فبص الاقيها كلمه عاديه. يا بنتي ما يخصكيش خالص. اتفضلي كملي. ايه من غيرها وحاجه سرعت. تسرعت بس اكتر من سرعت. يعني عجلت احلى؟ يعني طب دي كلمة حلوة بعد كده. المهم يعني عجلي يا شيخ. انا فاكرة قصدك عجل عمال اقول عجلي. ايوه عجلك. ايوه لا ما اتضايقتش لما هي اتريقت عليا عشان انا اصلا كده كده بتريق على نفسي فما بتضايقش لما اي حد بيتريق عليا. وبعدين دي خلقة ربنا والله لا ينظر الى قلوب الى اجسامكم ولا صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. فكفايه ان انا ربنا باصص لقلبي وعارف اللي فيه. المهم الشات ابلكيشنز دي سيئه جدا انا في رايي. وفي حاجه اخيره عايزه اقولها قبل ما اختم ان احنا مش روبوتس. يعني احنا مش انسان آلي. ما ينفعش ان كل علاقتنا ببعض تبقى عباره عن آلة كاتبه كلمات على سكرين وبس. فين الاحساس؟ فين الصوت؟ فين الوش؟ فين مفيش. الكلام دي الحاجات دي سم. الحاجات دي بتفرق جامد جدا على فكره. بدانا نبقى بجد عاملين زي المكن مش بني ادمين. نطلع فاصل نرجع نكمل فقراتنا. استنونا. رجعنا لكم تاني مع فقره الغلطات اللي بتبوظ العلاقه. كلنا طبعا واحنا في اي علاقه بنعمل حاجات غصب عننا. الحاجه دي ممكن نكون ما نقصدهاش او نقصدها بس غلطه وعدت. انا حابه جدا اسمع الفقره دي. حبها ايه اللي بيبوظ؟ نفسي اعرف. احط ايدي على البوينت اتاك في الخلاصه قفشت اموت وحد يقول لي ولو عرفنا مش هنعمل. ما هتبوظ برضه بس ابقى عارفه. ده انت مش عارفه ان انت اللي هتقولي كيف. اول حاجه ده انا جايين لك. ده احنا جايين نتعلم من المعلم. قولي لنا ايه اول حاجه ممكن تبوظ العلاقه. اول حاجه ممكن تبوظ العلاقه بخبرتك الفتاكه. اول حاجه تبوظ العلاقه انك تخبي عم الفزلوك العم الخبيث عامله نصحه ووعيه في حاجات. كل الوحش اللي انت شايفاه في نفسك تقوم مخبياه. او انت كل اللي انت عارف ان هو بيضعفك او بيشينك او انت بتخجل منه او انت عارف ان هو لو اتعرف هيبقى حاجه وحشه عنك كل ده بنخبيه ونحطه جوا بير ونردمه. وطول الوقت بنظهر بقى ان احنا جمال ولطاف وحلوين مع الوقت المستخبي بيبان لان ما حدش بيعرف يمثل طول الوقت. يعني انت لو عامل فيها مش عصبي بعد الشهر 2 3 4 6 من العلاقه مؤكد هيحصل موقف وانت مع حبيبتك وهتتنرفز وهتكسر البيت او هتكسر عليها العربيه اللي انتوا راكبينها او هتقوم لو انت غاوي تضرب مثلا او بتشتم او بيقع اعصابك بتفلت ودنا. او ما تتخانق معاها تقوم تشعر على وشها قاعده جنبك كده يعني على اخوانها بظهر ايده صح. عارفه لا يعني كل ما هو ماسك نفسه اوكي لكن هاجي وقت يتكشف ما هو غصب عنه. لما بيتكشف ايديه بقى مش عارفه رايحه فين فغصب عنه. ولو انت لسانك فالت وعامل فيها مؤدب مصير هيجي موقف ينرفزك منها صح. او من الجو اللي حواليكوا فجاه سيل الشتايم يا فهتفاجئ انه قدامك. او لو انت كداب مين ده؟ معرفوش. مين ده؟ او لو انت كداب برضه هتتكشف على راي المثل ساهي الكداب وحدته. شهر اتنين ثلاثه هتعمل حاجه تقوميها بالصدفه حد يجي يقول لها ده كان معايا امبارح وانت قايله انا كنت عيان امبارح. المستخبي يبان تتدمر العلاقه مش تبوظ تتدمر صح. فمن الاول كده ما تخبيش قول صح. انا عصبي انا بضرب صح. انا غلس انا دمي تقيل انا بسهر بالليل ما بعرفش انام بدري. قول 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 كل حاجه اللي عاجبه هي هتقبلك على كده كويس صح. مش بدل ما نزعل بعض. في حاجه كمان بتعملها بقى الستات ظريفه قوي قوي او البنات تبقى لسه في اول علاقه والعلاقه لطيفه واول علاقه دي على فكره احلى وقت في العلاقه. يعني اول كام شهر في العلاقه اول ما تبداي تحبيه وتحسي انه بدا يحبك ويرتبط بيكي ويهتم بيكي وعايز يشوفك على طول تبداي بقى تهبلي الهبل الجماعي اللي بيحصل لنا كلنا. تتكلمي على بكره لما نتجوز وبكره لما يبقى عندنا اولاد وبكره لما نشتغل احنا الاثنين عشان نحسن مستوانا الاجتماعي وبكره 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 وبكره. تحسسي الراجل انه داخل على هيفتح على نفسه باب مسؤوليات وايام سودة وشقة وعذاب وتضيعي احلى وقت لانه لان لو مكتوب لكم
هيحصل هيحصل، حتى وصلوا اليوم للجواز والخلفة والولاد والحياة المشتركة والمستقبل المشترك. انت بقى في التفكير المستمر القدام بتضيعي اللحظات اللي هي دلوقتي، اللي هي حقيقة كل ما تملكي في العلاقة دي هي اللحظة اللي انت بتعيشيها مع حبيبك دلوقتي، استمتعي بيها. ولما يبقى يجي بكره ان شاء الله وتتجوزوا وفكروا في الهم اللي جاي لكم جاي لكم، فانت كمان كده بتخوفيه وبتقفليه منك وبتحسسيه انه داخل على ايام سودة. ما تعمليش كده ابدا، لان دي احلى اوقات. وفي كمان حاجه تانية بقى، البنات اللي عكس البنات اللي هدي قالت عليهم دول، اللي هم بيبقوا متخيلين بقى ان الحياه هتفضل على طول بامبي وهتفضل زي اول فتره في العلاقه، دول نحب نقول لهم ان الموضوع غلط تماما، ابسولوتلي. انتوا داخلين على ايام سودة، فحاولي فعلا تستمتعي باول ايام دي، عشان الخناقات هتيجي هتيجي يعني، ده امر مسلم بيه، بس المهم ان وقت ما الخناقات دي تيجي نعرف نعديها بسلاسه وبهدوء ونتفاداها كده، وهوب نخطط الموجه وهوب بنجيب الجول. زي ما قلت لكم ان المستخبي بيبان، فالعلاقات بتصطدم ببعضها. برضو لما يحصل مشكله او يحصل موقف بلاش يبقى فيه تراكمات، ما تخبيش زعلك، ما تكبتش غضبك، لو الاخر عملك حاجه روح قول له واجهه، يا اما لو ناوي ما تواجهوش او مش عايز تزعله او ما بتحبش تقوله اتعلم تسامح، يعني مع نفسك كده زعلت سامح مع نفسك، مع نفسك سامح وخلص وخليك مرضي وجميل كده. مش ناوي تسامح وما عندكش قدرة على التسامح، خلاص روح واجه واتكلم واتناقش، لأن مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة وبنخبي وتراكمات بيعمل انفجار. واوعى تفتكر ان انت هتغير حد، واوعى تفتكر انك اللي معاك هتصلح من امره، واوعى تفتكر ان المعوج هيتعدل، لا، انت هتاخده معوج مكمل معاك معوج، يمكن مع الوقت يتعوج اكتر. فيا تسامح يا اما تقول وتواجه، واوعى تفتكر انك هتغير. ومعانا من الاول ايه؟ معانا من الاول ايه؟ معروف قصه فرانك باقي. الله، اوعى تخبي. في كمان بقى يعني كماله للتسامح ده، انت لما تختلف مع الطرف الاخر لازم تعرف ان في حدود ما ينفعش تتخطاها. يعني لو هنبدا بالاهانه والاسلوب السخيف في الكلام وقله الادب والشتيمه وساعات مد الايدين، كماله والكماله بتاعت الرز باكل كل حاجه. ليه يعني؟ باكل كشري وباكل فول وباكل فسيخ وباكل رنجه وباكل بصل اخضر. لو هتبدا بالاهانه ومد الايدين وقله الادب، اعرف ان انت بعد كده مهما تاسفت بعد ما الخناقه تخلص ومهما اعتذرت ومهما ندمت، الحاجات دي عمرها ما بتتنسي وبتعمل شرخ في العلاقه، ومره على مره على مره على مره الطرف اللي قدامك هيكرهك. يعني انا بكلم الراجل، لان عموما الاهانه والشتيمه والضرب بيطلع من الراجل، فمهما كان اللي قدامك غلطان، لو غلطان غلط لا يغتفر، تسيبه فورا، يعني سيبها فورا، ملوش داعي تمد ايدك وملوش داعي تهين نفسك معاها لما تضربها. لو هي غلطت غلط طبيعي، ولان كلنا بنغلط، ملوش داعي تقل ادبك برضو ولا تشتم، لان الحاجات دي عمرها ما بتتنسي وبتدمر العلاقه. حاجة كمان برضو دايما لازم تبقى موجودة ما بينكم عشان العلاقة ما تبص، لازم يبقى فيه ما بينكم ثقة. يعني انت تثقي في كل حاجة هو بيعملها بس مش قوي قوي قوي، وهو كمان لازم يثق فيك وفي تصرفاتك، ما دام اختارك يبقى واثق ان انت حد صح وحد عاقل وحد رزين وكل تصرفاته صح. فما تجيش بقى واحدة تقول لي اصل هو لا هزقني وهو شاكك فيا بس احنا ما فيش ما بيننا كرامة، لا ده مش صح وما ينفعش ان احنا نقول كده ابدا ابدا. لازم يبقى في حدود ولازم يسيب لك مساحة تتصرفي فيها، ويبقى واثق ان انت هتتصرفي في المساحة دي صح وباحترام وكويس جدا. صح. من اكتر الحاجات اللي بتبوظ العلاقه ان كل واحد يبقى فاكر انه داخل العلاقه دي ماجر واحد كل همه في الحياه يسعده ويبسطه ويمتعه ويبعده عن الحياه قلوب وزهور وورود، ولما يزعل يقول لك ما بتسعدنيش. لا، هي مش هي ربنا ما خلقهاش في الدنيا عشان تيجي تعمل بس انها تسعدك، وانت اساسا قارفها ومضايقها ومزعلها، وانت تقولي مش بيبسطني. ما هو ربنا ما خلقوش في الدنيا عشان يجي لحضرتك في الميعاد ده في اليوم ده تقومي مأجراه 10 سنين من عمره عشان يبسطك بس. لازم تكوني انت كمان بتبذلي جهد عشان تبسطيه، فبالتالي هو يبسطك. الحب عطاء بدون انتظار المقابل. صح. انا بسعدك وببسطك وببذل جهد عشان خاطر ابسطك، عشان انا عايزه ابسطك. لا، وعشان لما انت تنبسط انا بنبسط قوي، يعني سعادتك من سعادتي. لا، وكمان لكن مش تانية. هتبسطني هبسطك، هتضايقني هعكننك، هتقرفني هطلع عين اللي خلفوه. مش واحد واحد.
لا مش حرب هي. وحاجه تانية كمان بقى على النقطه دي، عشان عندي اتنين صحابي خطوبتهم اتفسخت بسبب الموضوع ده، انه كمان مش بس تبسطني وابسطك او ان انت تبسطني بتاع، لا ان انا ما استغلش ان انا ما ببسطكش وان انت تبسطني، وده يبقى حق مكتسب. يعني كانت صاحبتي عايزه اخد من العلاقه كل حاجه، تمام كل حاجه في الدنيا وكويس وحنين وطيب معاه، وصلت الى ان هي بتستنفذ طاقته. يعني الولد قال لي جمله مش قادره انساها، قال لي بقيت خايف اصحى من النوم لا اعمل حاجه تزعلها. انت متخيله؟ يا حرام. بقيت اخاف ان صوتها من كتر ما على طول بتزعق له، اللي هو انت عملت كده، يعني بيهزر معاها على رجلها، فهي رفع النقع شويه فبيقول مش عارفه سمانه رجلك زي ابو تريكه، اللي هو انت بتتريق عليه، وهم كانوا قاعدين بيهزروا وهي بتتريق عليه، فقبلت ان هي تهزر عليه وما قبلتش ان هو يهزر عليها، فاتقلبت خناقه. مش بتحبه؟ لا بتحبه جدا. انا عارفه شخصيتها صعبه، شخصيتها نفسها ومتدمره، بس هي شخصيتها فعلا صعبة. زي ما انت قلتي صعبه، وكانت عاجبها التملك ده، ان هي بتبالي الناس، بصوا بيحبني قد ايه، بصوا كل ما بزعله بيصالحني، بصوا، بس ما تعرفش انه ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ انت لحستيه وكسرتي البرطمان للاسف على دماغك، فيا ريت نتعلم. صح بجد والله، نتعلم ما يديش اكتر من كده. خلاص هو قفل. هكمل بقى على كلامكم واقول انه احنا كتير المصريين بيقعوا، او احنا يعني عموما في علاقاتنا بنقع في مشكله كبيره جدا، وخصوصا البنات، عشان كده بننتظر الطرف الاخر يسعدنا. ان البنت وانس بتعرف ولد بتبدا كل حياتها تفضى، تفضي كل حياتها وتبعد عن كل علاقاتها وكل اصحابها وكل الهوبيز بتاعتها او الحاجات اللي بتحب تعملها، ويبقى الراجل ده هو اساس حياتها، هو الهوبيز الوحيده اللي في حياتها، مفيش بلانز بتعملها ولا هو ولا وهو كان مطلوب منه، مفيش اي بلانز تتعمل بره. خبر ابيض، بيعيشوا غير بلانز مع بعض. ازاي يعيشوا من غير بلانز؟ يعيشوا من غير بلانز ازاي؟ امال بيرشوا ايه في الشقه؟ هو بلانز ده ايه؟ مش ده مبيض حشري؟ ما جاش بلانز مبيض حشري. طب قولي زرع، طب قولي اي حاجه شبيهه. انا توقعت ان هتقول حاجه شبيهه، قالت تمام، ما لقيتش حاجه شبيهه فقالت طب مبيض. فما توقعوش في الغلطة دي، لأنه لازم مهما كنتوا بتحبوا الطرف الآخر ومهما كنتوا مرتبطين بيه، لازم تفضلوا محافظين على حياتكوا الشخصية، على علاقاتكوا الصداقة، على علاقاتكوا العائلية. ما ينفعش أنه الشخص ده وانس عرفته هو بقى كل حياتي وما فيها. هيحصل حاجتين، أول حاجة هخنقه لأن هبقى كل مصدر سعادتي وانبساطي هو بس، تاني حاجة هخنقه لأنه هبقى فاضية ما وريش غيره لأني قطعت كل علاقتي بكل الناس، تالت حاجة هيبقى ستريس ولود زيادة في العلاقة وحنزهق من بعض. فتعالوا نطلع تقرير ونرجع نكمل الموضوع. الكذب ده أكبر حاجة طبعا بتفسد أي علاقة بين اتنين. بيجي عليها كتير، نيجي على كرامتها مثلا. ساعات الاهل بيتدخلوا بين الراجل والست وبيبوظوا العلاقه. ممكن ان هي تعرف ولد عليه، فدي حاجه صعبه الصراحه يعني. لو واحد مثلا عصبي زياده او البنت عصبيه زياده، فدايما الموضوع ده بيعمل مشاكل. عدم التقدير، النديه، مش لازم يكون في نديه، لازم يكون في تسامح. النزول من غير ما تقول له، الاهمال، الغيره والشك، هو ده اكتر حاجه بتبوظ العلاقه. ممكن الصوت العالي في النقاش، كل حد بيجي على حساب التاني بتاثر فيه طبعا. لما بيكونش في تواصل بينهم هما الاثنين، يعني بيبقى كل حد بيتكلم في حته تانية خالص. قله الكلام، لما بيبقوش هما الاثنين متفقين على هدف واحد في الحياه. الغيره دي ده ممكن تبوظ العلاقة، أو الغيرة اللي هي أقل من المطلوبة اللي هي عدم الاهتمام، توصل لدرجة عدم الاهتمام، دي ممكن تبوظ برضو العلاقة ما بين أي راجل وست أو أي بنت وولد. بص بقى آخر نقطة قبل ما شوشو تختم الفقرة. اسمي شيماء. قبل ما شيماء تختم الفقرة، ما تقوليش الناس إن أنا اسمي شوشو، ما تقوليش الناس إن أنا اسمي شيماء، محدش يعرف. شوشو. يا جماعة في حاجة عايزة أقولها صغيرة قوي، الزن، إحنا ستات زنانة. أنا عايزة أقولك بس حاجة أخيرة يا هدي، أنت بالذات يا ريت ما تعمليهاش مع الطرف اللي قدامك عشان ما تخسرهوش، حاولي تغيري تون صوتي. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. على فكرة هو مش بيسمع التون ده. ورجعنا لكم تاني وفقرة جميلة جدا، وهي فقرة ال سوشيال ميديا. ويلا بينا ننزل بأول صورة. أوباما؟ لا مش ممكن.
اوباما والمدام المدام اوباما ومراته ايام الكحرطه. من فضلك وهو صغير مش ايام الكحرطه ده يعني ده قبل الكحرطه ولا بعد الكحرطه؟ لا هو شاب ده في عز الكحرطه ده في كحرطه اكتر من كده. امال لما يتكحرط هيعمل ايه؟ مش ده المقصود بالصوره. امال ايه المقصود بالصوره؟ المقصود بالصوره نوريكم هم صغننين كان شكلهم. لا المقصود بالصوره ان احنا نوريكم ان هم قصه حب قديمه ولسه كل ده معمرين. انت مش بنتهم قد كده قصه حب قديمه انت ده يعني كده ده يعني ده كان اعدادي دول ولا ده ايه؟ الصوره الثانيه الله ده البنطلون البوته دي ايه دي موضه جديده دي يعني يعني بنطلون بوت كله حته واحده هو بيتفصل البنطلون ايه ده وبعدين بتركبي فيه الكعب يعني الكعب بيتخيط تحت دي دي بتاع النعل النعل كله النعل كله بيخش. طب وانا معانا بنطلون عادي. طب انت ازاي ده هي المشكله في تلبسيه ازاي؟ المشكله انه انا في الحاله دي لو جايلي دي وبدل ما اقول لهم يقلعوا الجزمه اقول لهم يقلعوا البنطلون ويخشوا كده عادي. وانت بتقلعي انت بتقلعي الضيوف اللي بيجولك؟ طبعا ما تخش لي على السجاجيد بالجزم ده انا اجيبهم من وشهم. بس الجو ده مش خلص من زمان. لا. جو ايه على الجزم؟ انا جو قديم انا جو قديم ومكملين. البنطلون ده فيه ميزه يا جماعه ما حدش مدركها اقولها لك ان انت تدفئه غير عاديه. وريني سرسوب هوا هيعدي منين؟ انتوا حد فيكم جرب البنطلون ده اصلا؟ لا طبعا ما هو اللي جاي جربتيش اللي جاي ايه؟ كله على بعض يعني كامل عفريته بالجزم. الله عارفه البيبي بتدخلي البيبي كده وتقفلي هنعمل ده بقى ان شاء الله باذن الله. تعالوا نشوف الفيديو. بنطلون غريب جدا الحقيقه انا غير مقتنعه. ننزل بالفيديو. بيغير الفرش ولا لا بص بص بيعمل ايه؟ عايز ايه يعني؟ انت تفهمي دلوقتي هو حاول ينزل يا غتيل يا ابن اللذينة يا عسولة. فعمل ايه بقى؟ عمل سلمني خلاص يا ناس ده عايز يتاكل ده ازاي كده؟ عسل يا حبيبي يا حبيبي الاطفال دي بقى بتوجع لي قلبي عايزه اطبطب عليك يا حبيبي. ومامته فين ده يعني سايبه كل ده يشقى عشان ينزل؟ يعني زكاوة 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 فظيعة يعني طفل بجد ذكي وعسل وعسل عسل أكيد الطفل ده مصري عشان كده ذكي يعني ده عايز يتشال يتباس أو يتاكل أو يتعض. وبكده يعني وصلنا لنهاية فقرة السوشيال ميديا وفقرة جميلة جدا وننتقل إلى فاصل ونرجع تاني للفقرة الأجمل فقرة الضيف. ورجعنا بعد الفاصل وفقرة الضيف والضيف بتاعنا النهارده ضيف مختلف جدا وطبعا في ناس كتير هتتمنى ان هي تتابعه لان الضيف بتاعنا عنده دراية بعلم الابراج وبالتوقعات المستقبلية طبعا كله باذن الله لكن هو عنده رؤية وبيجتهد ان هو يعرف ايه الاحداث اللي ممكن تحصل السنة دي السنة اللي فاتت ساعات حاجات تصيب ساعات حاجات تخيب وكله باذن الله. الضيف بتاعنا طبعا في ناس كتير هتبقى عايزة تعرف التوقعات والابراج ايه وهيبقى طبعا معظمهم من الستات. الضيف بتاعنا من لبنان وجه القاهرة مخصوص عشان يطلع في برنامج نفسنا وقعد من امبارح في القاهرة عشان يظهر النهاردة لجمهور نفسنا. الضيف بتاعنا اللبناني الاستاذ جاد قاوق جي. اهلا اهلا. انا نطقت الاسم صح ولا نطقته مش صح؟ لا صح صح. مساء الخير. مساء الخير. الشياكه دي والاحمر مع الاحمر جد صح باللبناني جد باللبناني جد بس انا اتعودت هنا على جد جد. دي زياره كام في مصر؟ ثالثه. ثالث زياره والثالثه ثابته ان شاء الله عندنا ان شاء الله. اول حاجه انا عاوز امسي على كل المصريين وانا هتكلم مصر عشان انا جربت انه احكي لبناني بمصر بس ما نفعش. احنا بنفهم ده وبنفهم ده فاتكلم باللي انت عايزه. تمام. ف بمسي على المصريين عموما عشان انا بحب مصر قوي وفي برنامجي في بيروت بيتابعوني قوي المصريين. ها صح. فبمسي عليهم من عندكم وحنقول ابراج 12 عموما بشكل عام
عشان ما حدش يزعل. طيب حنبلش بالحمل. اوكي. يلي حيكون بالعام 2016 افضل بكتير من العام 2015. شلون؟ حيقدر يحقق حاجات ما قدرش يعملها في العام 2015 بدعم خارجي. يعني في ناس حيساعدوه عشان يحقق اللي هو عايزه. الثور حيستمر في المشاكل اللي كان موجود فيها في العام 2015 وحتكمل في 16. بس كمان انا بنصح مولود الثور انه يتراجع، ما يكونش عنيد، لانه عناده سبب له مشاكل. الجوزاء حتكون سنة أفضل بكتير، لأنه 14 و15 كان داخل في مصايب ومشاكل عديدة خصوصا على صعيد العمل. 2015 تحسن، 16 حتكون أفضل وبيكمل لل 17. ممكن بس سؤال قبل ما حضرتك تكمل، هي دي عينين حضرتك ولا عدسات لاصقة؟ لا أنا اللي باجي عكس من الحقيقة، يعني أنا بقى بحس إنه هزار وتحسس الراجل إنه حلو كده وعسول، مع إن في بعضهم بيبقى يعني مش ولا بد، بس أنا بحب يعني كنوع من الضيافة، يعني إن هم يعتبروا جايين لنا بيتنا. من أول سؤال في نفسنا. أنت تعود على كده. مش ده مش في نفسنا، ده في حاجات تانية. ماشي. بنروح عند السرطان اللي حيكون عنده خبر مش حلو على صعيد العمل، بس حيقدر يعدي. يعني حيطلع منه بسهولة وحيكمل أفضل. الأسد حتكون سنة حلوة قوي. سنة حلوة. سنة حلوة. قولينا بقى عشان أنا أسد. شيماء أسد. طيب لازم تعرف إنه أنا أسد، لازم نتفق. لا 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 لا. أنا بحب عليه عشان أنا زيك. أوكي، فبنقول الأسد سنة حلوة، مش عشان هي، عشان هو الأسد إيه سنة حلوة كتير، لأنه 2015 كانت وسط، ف2016 هتكون أفضل بكتير. هلا بعدين حنقول لما ندخل في موضوع العلم. العذراء رح بيكون عنده مشاكل. العذراء رح بيكون عنده، هم العذراء كلهم حلوين. أوكي. العذراء حيكمل بالمشاكل، حيكون عنده، هو بتاع مشاكل كده وبلطجي في نفسه. يلا ماشي. اوكي، فاذا 2015 كان فيها مشاكل كتير للعذراء وحتستمر بالعام 2016، واصعب حاجه حتكون للعذراء انه في حد عنده اتفاق معه، يعني حيخلف في الاتفاق، مش حيكون، مش حقول يخون، بس مش حيوفي يعني. بروح عند الميزان يلي بيكمل بالمشاكل اللي كانت في العام 2015، كانت مشاكل كتيرة، حيكمل 2016 ومش حيقدر يحقق اللي هو عايزه. بنروح عند العقرب يلي دخل بمرحلة صعبة، 2015 كانت صعبة بتكفي 16، قرارات اللي حياخدها برج العقرب مش كويسة على شانه. الأفضل إنه ما يأخذ قرارات كتيرة بالعام 2016. منروح عند القوس اللي هتكون سنة أفضل من 15، عنده تغيير على صعيد العمل، رح بيكون درجة لقدام أفضل. منروح عند الجدي اللي كانت 2015 باينة رصينة. 2015 كانت سنة يعني ما فيهاش حاجة جديدة، 2016 هيكون في حاجات جديدة قوي. وكويسة، يعني هتكون سنة حلوة كتير إن شاء الله. فيها حب. فيها هنتكلم وراء الكواليس. طيب الدلو. فيها فلوس. فيها فلوس. فيها كشري. الفلوس أهم من الحب. فيها كشري. فيها كلوس. فيها كشري. فيها فلوس. فيها فلوس بس لبرا، مش لك. هتدفع يا رب. مش شايفة أي حاجة، على المهم احنا في يناير. أتمنى يعني إن اللي هو بيقول عليه ده يعني يظهر بسرعة قبل ما السنة تتقلب ويطلع جاد زيه زي غيره، وتنبؤات في الهواء. هنكمل مع برج الدلو يلي حيكون عنده انتقال ممكن على صعيد العمل أو حيسافر خارج البلاد وحيكون أفضل. بس كمان في قرار على صعيد الحب مش مناسب. برج الحوت كمان في انتقال على صعيد العمل حيكون أفضل بكتير، حيكون في تحسن كبير مادي لمولود برج الحوت. لازم نعرف انه الابراج 30 يوم، يعني كل يوم بيختلف عن الثاني، مش زي بعض. يعني لما تقولي لي الاسد لازم اسالك انت يوم كام عشان اعرف كل حاجه عنك. 7-8. تمام. فكل يوم بيختلف يعني عن الثاني. هي دلوقتي قالت 7، انت مش هتقعد دلوقتي تقول لها يوم 7 كذا، هتمسك بقى طبعا على الرسمه دي منقل وبرجل وتظبط يوم 7.
على رسم برجها صح؟ صح. في الكمبيوتر الخاص هو بيدينا حركة الكواكب فين. صح. بيدينا حركة الكواكب يعني تدخل على الكمبيوتر يوم 7 برج الأسد كده تاتا يطلع لك هي أسد نوع إيه؟ لا 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 مش كده. هي يطلع لي أنا بس بالنسبة لي بيطلع بس الكواكب هي فين عاملة إيه؟ اليوم ده يوم اتولدت صحيح. وعاملة إيه السنة دي؟ فأنا حعرف الأبراج اللي دخل عليها إيه، الكواكب اللي دخل عليها إيه، حعرف برج المال، برج الحب، برج الصحة، كل دي. فمن هنا نقدر نعرف اللي هيحصل معها السنة دي. فما فيش حد بيعرف يعني ده المفروض على كده لما بيجوا بقى في أول رأس السنة ويقولوا التوقعات، المفروض يقولوا توقعات كل واحد ليومه مش بالبرج بالعموم. بس ده صعب بالعموم. هيحتاج 10 حلقات عشان كده احنا في يوم راس السنة بنقول عموما. طب انت على اساس ايه بتقول مثلا العذراء؟ مثلا قلت انت العذراء عنده مشاكل كذا كذا او على اساس ايه بتعمم طالما هو كل يوم مختلف عن الاخر؟ ده سؤال حلو. عشان الثلاثين يوم هيعدوا بنفس الحالة، ولكن كل واحد في يوم، كل واحد في 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 مرحلة، كل واحد في حتة. عشان انا ممكن اقول في تغيير في العمل، تغيير في العمل ممكن يغير الشركة اللي بيشتغل فيها، ممكن يغير المنصب. لا مش السكن، احنا بنتكلم عن العمل. ممكن يغير الشركة، ممكن يغير البوزيشن المنصب. يعني ده هيحصل مع تغيير. اوكي. فكل واحد له طريقة وحكاية مختلفة عن الثاني. بس انت محتاجة حد متخصص عشان يديك معلومات صحيحة، لأنه ما شاء الله إحنا في الزمن ده في كتير ناس بيتكلموا عن الفلك والأبراج وهم مش عارفين حاجة. والأهم من كده أنه في ناس مشهورين قوي بس ما بيعرفوش حاجة. طيب عايزك تقولي بشكل خاص إيه الأبراج اللي بتمشي مع بعض وإيه الأبراج المفروض ما يقابلوش بعض؟ حديكي مختصر عشان ده حاجة كبيرة، لأنه كل برج عنده 12 برج مختلف وحنتكلم ساعة يعني. فحقولك باختصار، مثلا برج الأسد ما ينفعش مع برج العقرب. ولازم نوضح حاجة، أنه بالأبراج ممكن يحبوا بعض ما يتفقوش. وممكن العكس يتفقوا بس في قصة بعض. حب أو جواز ما يمشوش. صحيح. بس يمشوا صحاب مثلا. صحيح. عشان كده منلاقي اتنين بيحبوا بعض كتير لما يتجوزوا هينفصلوا. ده الأسد والعقرب يحبوا ما يتوفقوش. لا لا ما يتفقوش. لا بس يحصل انجذاب. أيوة. صح. ده اللي أنا قلت. بس ما ينفعش نعيش مع بعض. صح. يومين حتى. ما هو ده اللي انا قلت. ما انا بقول لك يبقوا يعني ورا بتحب عارف. ايوه ما انا قلت، ما انا بقول بس مش هتكملي معايا بقى ما يبقوش حبايب. ما انا بقول لا غالبا اللي انت حضرتك مش كده. الاسد ينفع مع العذراء مثلا وينفع مع السرطان والدلو. بشكل عام. الجدي. طب والاسد يمشي مع الاسد؟ لا يا خساره. بس انا همشيها. غير شويه كده في الكواكب دي لعبتك وانت دارس. ماشي. الجدي ما ينفعش مع الثور ابدا. دول ضدين. انطح اللي خلفوه. صحيح. دول ضدين. ينفع مع الحوت. الحوت برج جميل. ينفع مع مين؟ ينفع مع مين؟ ينفع مع الاسد. او الجدي والاسد بيمشوا مع بعض؟ صح. ده اصحاب ولا ارتباط؟ لا هم ينفع في الحب. شيء بيجمعهم الحب اقوى عندهم من التفاهم. مش قادره اقول لك. طب وانا بقى راجل وست. مش ست وست. راجل وست. العذراء ما ينفعش مع الاسد. انا عاطفي. ما ينفعش مع الاسد. انا يعني ما ينفعش. ينفع اصحاب. بس جواز. سمعتي؟ لا قول. بس انت قلت لي انا اتنين بس، قلت لي ينفع مع هقول لك الكم الاسد ومع ال 12 هدوم. لا تقول لها 12 تقول لها 14 والحوت. مش الكلام ده. لا وينفع مع حاجات تانية كمان. الجدي اللي هو مين؟ الجدي ينفع مع يبقى مع ناس كتير. انت عاوزه مين؟ عاطفيا وصداقه. عاوزه مين؟ ينفع يبقى مع الحمل وينفع يبقى مع بيتكلم على الحب. خلاص بيتكلم على السرطان مش الصداقه. ينفع يبقى معاك جدا 90%. بس احنا لو قلنا هنقول لازم ينفع في الاتفاق وفي الحب ولا لا؟ هو بيتكلم على الحب. مختلفين يعني. قصة طويلة يعني. طب أنا بالنسبة لحضرتي العذراء ما ينفعش مع الجدي. والله صداقة ولا حب؟ الاثنين. لا هو ينفع يحبوا بعض بس ما ينفعش يبقوا أصدقاء. لا أصدقاء ممكن الزواج. أنا بتكلم عن الزواج. ما ينفعش عشان اثنين عنيدين. لو العذراء غبي قوي. لا ما تضايقتش، أصل إحنا ما بتقولهاش بجد، إحنا كنا بنقولها في السياق هزار وتهني. بالعكس المرأة العذراء ذكية قوي. مرسي قوي يا جاد. انا بتكلم على الراجل العذراء. دي نفسنا منها. بتكلم على الراجل العذراء. طب والعذراء ينفع يحب مين؟ هو العذراء بيحب كل الناس.
صح. لا جد هو انت جبت الراجل. برافو عليك راجل، انا زي بحب كل الناس. بتكلم على جد. ست بتكلم عليا انا قلت اثنين راجل وست. تعمل برنامج يومي؟ لا برنامج اسبوعي على قناه ايه؟ قناه اليوم في بيروت. اوكي استمتعنا جدا بالاستاذ جاد، والى حلقه اخرى من برنامج نفسنا، واستنونا.